ثمن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى مصر في مستهل فترتها الثانية من رئاستها للصندوق، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله في العاصمة الإدارية. أكد مدبولي الرأي على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق ستبدأ بعد غد الثلاثاء. الشيء المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وأن فريق العمل من الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد إن شاء الله مع كل الزملاء من البنك المركزي والوزارات المعنية. مرة أخرى الحقيقة أود أن أعرب عن ترحيبي وسعادتي بوجود السيدة كريستالينا في مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.